ودكتورة عبلة الكحلاوي سمعانا دلوقتي، لو انت عايزة توجه لها كلمة. ربنا يجزاك عنا كل خير وعن كل كلمة بتقولها وعن دفاع الإسلام وعن كل حاجة بتعملها لكل مسلم وغير مسلم. ربنا يجزاها عنا كل خير يا رب، ربنا يجزاها عنا كل خير يا رب. حاجة صفية، انت أبكيتيني في من بداية الحلقة وكنت عايزة أفضل متماسكة. حاجة صفية، انت فعلا حضن غالي، انت أم حنية، يعني انت مستشعرة هذا الوجع، وربنا يطمنك على أولادك ولا تشوفي فيهم وحش. أمين يا رب. وألف تحية ليكي، وألف تحية لأولادك اللي بيحموا مصر، اللي فعلا حاطين أرواحهم على أكفهم عشان يحمونا ويأمنونا. ففعلا الناس لازم تعرف قدر هؤلاء. طبعا الناس دي كلهم تاج على راسنا، ولو ملايين الدنيا من الجندي أقل واحد لأكبر واحد، ويا ريتهم ياخدوا حقهم قوي قوي قوي. لا يا طبعا لازم، وده يا جماعه لازم، انا بشكرك. ركبوا المطار ببلاش، ولازم يقول لهم كارنيه ببلاش، ولازم تعملوا كل حاجه ببلاش يا جماعه. حبيبتي يا حاجه صفيه، انا معاكي. امين يا رب. ودكتوره عبله الكحلاوي بتشكرك، وانا بشكرك، والشارع المصري كله من الصغير للكبير بيشكرك، وعلى راسنا القوات المسلحه بتشكرك، لانك انت فعلا نموذج للحضن الكبير. عرفتوا ليه بقى احنا بنقول حضنك يا امي؟ فكرنا هنا في البرنامج واحنا بنفكر ازاي كفريق نطلع الطاقه والمشاعر اللي جوانا. مين اللي هنجري على حضنه ونفضفض بهمومنا؟ مين اللي هيسمعنا؟ مين اللي هيحتوينا؟ مين اللي هينصحنا بالحكمة والموعظة الحسنة؟ الحمد لله والشكر لله ما احتاجناش نفكر كتير، ولقينا الحضن الكبير، الحضن اللي طلع معانا من شوية على الهوا، حضن أمي وحبيبتي الدكتورة عبلة الكحلاوي اللي مشرفاني ومنوراني، وهتشرفنا بإذن الله كل يوم خميس. هنفتح كل الملفات الخاصة بالمشاكل الأسرية وخاصة الزوجية، وإزاي ممكن نقرب وجهات النظر عشان تكون بيوتنا آمنة مطمئنة بالحب والرحمة والسكينة، وإزاي بيتنا وأسرتنا